دايما الناس بتقف من الموت موقف الجلال والخوف والإشفاق، خاصة لما يموت حد قريب منك. بتبقى فرصة انك تراجع نفسك، تعيد حساباتك، تحاول انك تبدأ صفحة جديدة قبل ما فرصك تخلص، قبل ما تلحقش تصحح أخطائك. ومين أولى الناس بمراجعة حياته بعد وفاة وائل الإبراشي؟ كلنا، يعني كل مذيع، كل حد بيطلع يكلم الناس هو أولى الناس بمراجعة مواقفه، لأنه يعني من لم يكن الموت له واعظا فلا واعظ له. بس أقرب الناس اللي ممكن يكون أقرب إلى فكرة المراجعة قوي دلوقتي مين؟ عمرو أديب. لأنه زميله، يعني زميله في النفاق، في الكذب، في الانحياز للسلطة، في تزوير الحقائق، كان أولى بيه بعد ما نجا من كورونا إنه يتعظ بغضب الناس من وائل الإبراشي بعد وفاته بسبب تاريخه اللي الناس كلها عارفاه. لأنه الحكاية مش شماتة، يعني مش هي قد ما هي شهادة للناس الحقيقة على المتوفى، هو عاش حياته إزاي وعشان إيه وعاش لمين. أنت لما تبص تتأمل المشهد بتاع وفاة وائل الإبراشي ده، أي حد سهل جدا إن هو يتعظ منه، مش بس عشان وائل طلع نافق وعرضها، بس طلع في الآخر مفيش حد عبره يا عيني. يعني حتى الدولة والمؤسسات اللي كان بيطلع ينافح عنها وينحاز إليها انحيازا مطلقا، مفيش حد وقف جنبه، مفيش حتى دقيقة أحداد اتوقفت عليه. كل الناس أصحابه كانوا في شرم الشيخ لزوم اللقطة مع سياده، حتى سياده محدش فيهم كلف خاطره إنه يجيب سيرته. فالمشهد مثير للعبر. لكن عمرو أديب اتهز من إيه؟ من رد فعل الناس، وده كان مشاهد يعني بشكل غريب شوية. لأنه مشهد اهتزاز عمرو أديب من الشماتة في وفاة وائل الإبراشي ومن الغضب والغيظ اللي خرجوا الناس في مشهد وفاة وائل الإبراشي، خلى ناس كتير قوي تبقى عايزة تفهم هو الراجل ده مهزوز ليه لهذه الدرجة، وبلما تهز عمل ايه. يعني الطبيعي لما ربنا يبعت لك آية زي دي ان انت تشوف بقى، تبصر، يعني تشوف الحقائق على وضعها الطبيعي فتبدأ تراجع نفسك. لا، عمرو أديب ما عملش كده. عمرو أديب قرر انه يتوجه اكثر في الغويط، اكثر عمقا في نفس السكة اللي هو ماشي فيها. عمل ايه؟ قال لك الشامتين في وفاة وائل الإبراشي دول مش اخوان، خد بالك، دول مش لجان إلكترونية، لا 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 لا، مش بس كده، ده تحالف، ده متعاطفين معاهم، ده جماعات من المستفيدين. اي حد غير انه يبقى الشعب المصري العادي البسيط هو اللي فرح في هلاك واحد من الظالمين او المنافقين. اسمع كده، ازاي يسابوا كده؟ وازاي الناس دي، يعني ازاي الناس دي بعد كده انت ممكن تحترمها؟ او ازاي الناس دي بعد كده انت ممكن تقول ايه؟ وعلى فكره في تحالف دايما بقى بيبان، ما بيقدروش يا عيني يمسكوا نفسهم. اللجان دي مش اخوان بس، اللجان دي مش اخوان بس، معاهم تيار ديني انتوا عارفينه كويس. عاده بيظهر لما الاخوان يظهروا ويتعاطف معاهم. وفي طرف ثالث برضو حضراتكم عارفينه كويس، ده اللي متضايق وحاطط ايده على خده في البيت ومستني الحاجات بتاعت زمان ترجع تاني. فهو تحالف ثلاثي، الناس بتوع زمان والناس اللي هم مش اخوان بس بيتعاطفوا معاهم والاخوان. هل انتوا سمعتوا قبل كده عن مذيع مات في بريطانيا او مات في فرنسا او مات في امريكا او مات في موزمبيق والناس قالوا احسن؟ خلي بالك، لا طبعا، يعني لما تيجي برضو تقرا القصه دي، لا مفيش حد، ما سمعناش ان في مذيع موزمبيقي مات فالشعب الموزمبيقي طلع على السوشيال ميديا فرح في موته، ما حصلش. بس لانه الاعلام في موزمبيق للاسف احسن بكتير من الاعلام في مصر، ما عندهمش ضلاليه ولا مطبلاتيه، ما عندهمش قمع. المذيع اللي ما بيعجبهمش بيمشوه، زي الرئيس اللي ما بيعجبهمش بيمشوه. فمش محتاج يبقى عندك المتنفس الوحيد بالنسبه لك يا عيني كشعب هو السوشيال ميديا. بس شفت المشهد عامل ازاي؟ اي حد، لجان، اخوان، متعاطفين، فلول، طرف ثالث،
أي حد غير إنه يبقى الشعب بجد. عارف ده إيه؟ ده عمى. عمى. لما ربنا يبعت لك آية وما تتعلمش منها وما تتعظش منها وما تستفدش منها حاجة، اعرف إن أنت أعمى. افتكر الآية بتاعت ربنا بيقول لك إيه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم إيه؟ يعمهون. ما أنت شايف يا عيني، ما أنت شايف غير الناس بس الشامتين، الإخوان اللي فرحانين، لكن هي نفس التربية نفس الدماغ، كلهم خونة، كلهم إخوان، كلهم كارهين للبلد. لكن ما ينفعش يبقى كلهم مصريين أو جانب منهم مصريين غاضبين من دور الإعلام. ما ينفعش يبقى ناس عادية غاضبة من حالة التزوير والتلفيق والتضليل وزهقت منكم ومن مشوشكم ومن كلامكم ومن سحانكم وفرحة إن عددكم قل. ما ينفعش يكون ناس غاضبة من تجاهل قضاياها الحقيقية وهمومها الحقيقية. ما ينفعش. واحد زي وائل عباس مثلا، أظن ده مش إخوان يعني، واحد من اللي فرحوا إن العدد قل، طلع هو قال لك وائل الإبراشي عمل حلقة مع العيال الإيموز، بعدها انضربوا في الشارع واتحلق شعرهم. عمل حلقة مع الشيخ الشيعي حسن شحاتة، قام الأهالي قتلوه بعدها وسحلوا جثته في الشوارع. عمل حلقة مع محمود شعبان اتقبض عليه بعدها. عمل حلقة مع البهائيين اتحرقت بيوتهم بعدها. عمل حلقة مع عيلة الريان ابنهم اتقتل، وشكرية الريان ماتت في حادث سيارة غامض. ده غير بدايته مع روزا اليوسف لما خلى بنت رجل أعمال انتحرت بعد ما نشر خبر عن جوازها في السر، وقال لزي حواس هو عمر الشريف ديانته ايه عشان نعرف هندفنه فين. غير قضية لوسي أرتين، غير قضية عبدة الشيطان. الناس اللي بتقول أستاذنا مات، معلش يعني هو علمكم ايه بالظبط؟ أظن وائل يعني ما هوش إخوان أكيد يعني، فعادي مش احتمال يبقوا ناس مصريين عاديين جدا وطلعوا انتقد أدائهم؟ وارد. بس للأسف اللي زي عمرو أديب، والله دي حالة تدعو مش بس للإشفاق، للرعب. إن أنت لهذه الدرجة يا عيني في حالة من الخذلان، ما أنتش قادر تشوف المشهد على حقيقته.